لو عندك علبة كريم زي دي اوعي ترميها، خصوصا لو حجم كبير زي ده. شيل الورقة اللي عليها بالشكل ده. وجبت معايا خيط، الخيط ده اسمه خيط مكرمية، بيتجمع من محلات بتاعة الخيوط. هبتدي ان انا هاجي من تحت العلبة كده، وهبتدي احط طبعا بالشمع بتاعي، وهلف هلف الخيط لغاية ما نوصل بيه لحد اول العلبة بتاعتنا. بس هنسيب الجزئية اللي احنا بنقفل بيها. طبعا انا عملت كده وخلصت العلبة بتاعت زي ما انتم شايفين، وكمان عملت الغطا بنفس الطريقة بالظبط، زينت الغطا بالاستراس ده وبالوردة، وبقت معانا العلبة بالشكل ده. عندك غطا قديم وشويه مشابك كده مش عايزاهم، تعالي نعمل بيهم فكره حلوه جدا. هجيب الغطا بتاعي وهبتدي ان انا احط المشابك زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين معايا كده داير ما يدور لغايه ما نخلص الغطا بتاعنا كله. هنلف عليه كده المشابك، تستخدمي مشابك ملونه او تستخدمي مشابك الخشب زي ما انت عايزه، ده طبعا شكلها. بعد كده هكمل تزيين واحط لها شريط الدانتيل ده، وحطيت الفرع الاخضر ده. وطبعا دي تقدري تستخدميها حامل للشموع، اذا كان شمع الكتروني او شمع طبيعي، هتديكي كده اضاءة حلوة جدا.